مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن في رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير. خلاص رمضان تقريبا بيودعنا، بس حبينا النهارده معاكم ان احنا نقول لكم ان فعلا كانت ايام حلوه جدا، لان احنا ارتبطنا فيها بالاطفال وعرفناهم معلومات كان مهم ان هم يعرفوها. وسؤال حلقتنا النهارده، مين الصحابي اللي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا ننزل الشارع ونشوف ولادنا عرفوا الاجابه ولا لا، ونرجع نكمل كلامنا. عارف انت؟ تعالى قول لي مين الصحابي اللي نام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا موسى. مين الصحابي اللي نام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه؟ قول اي اسم بسرعة. سيدنا محمد. الصحابي اللي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه ايه؟ علي بن ابي طالب. برافو عليكي، كلنا نسقف لها؟ كلنا نسقف لها؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. تعالى اسمك ايه؟ ابو زيد. قول لي يا ابو زيد، كل سنه وانت طيب اولا. بيقول بيطري عليك بيقول لك ابو زيد الهلال. تقول له ايه؟ اقول له شكرا. بتصوم رمضان ولا لا؟ اه بصوم. طب يلا نسال سؤال، لو جايب جايزه حلوه نقول مين اللي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفديه من الموت؟ مين اللي نام في فراش النبي؟ مين الصحابي اللي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر. اسمك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. قولي لي يا حنين، الرسول عليه الصلاة والسلام مين اللي نام في فراشه عشان يفديه من الموت؟ مين الصحابي اللي نام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا حمزة. مش عارفة؟ مين الصحابي اللي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب. برافو عليك، كلنا نسقف له. هلا. برافو. كل سنة وأنت طيبين يا رمضان كريم على مصر كلها. مشاهدينا اهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفاصل. وسؤالنا زي ما سمعتوا كان مين الصحابي اللي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وشفتوا قد ايه الاجابات كانت مختلفه من الاطفال. خلوني قبل ما احكي لكم القصه زي ما عودناكم ارحب معاكم بالطفل الجميل احمد الهواري، واللي النهارده هيعمل لنا مفاجاه وهيسمعنا اغنيه. انا لحد دلوقتي مش عارفه هو هيسمعنا ايه، فخلوني الاول ارحب بيه. اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. منورني. منور حضرتك. كل سنه وانت طيب وبخير يا رب. حضرتك طيبه. الصيام صعب ولا ربنا بيقدرك؟ ربنا بيقدرني طبعا. ربنا بيقدرك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب وبخير واسرتك كلها بخير يا رب. وخليني دلوقتي نسمع اصحابنا القصه قبل ما ارجع لك. اتفقنا؟ اتفقنا. كفار قريش حسوا بخطر الاسلام والدعوه السماويه، وتزايدوا المسلمين يوم بعد يوم، فاجتمعوا في دار الندوه وخدوا قرار بقتل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، واختاروا من كل قبيله رجلا للاشتراك في قتله، وده عشان دم سيدنا محمد يكون متوزع بين القبائل، وبني هاشم ما يقدروش يحاربوا كل القبائل دي. وفعلا جه 40 شخص من مختلف قبائل العرب بيتصفوا بالشجاعه والمهاره، واحاطوا بيت الرسول ليلا وانتظروا الصباح، وده عشان يقتلوه وسط اعين كل قومه. في الوقت ده حذر سيدنا جبريل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من خطه الكفار
الكفار، وبلغوا بأمر الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة. وهنا استدعى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وقال له: يا علي، إنه قد أوحى إليه جبريل عن ربي عز وجل أن أهجر دار قومي، وإنه أمرني بأن أمرك بالمبيت على مضجعي لتخفي بمبيتك عليه أثري، فما أنت قائل أو ما أنت صانع؟ فقال علي: أو تسلمن بمبيتي هنا يا نبي الله؟ يعني أنت هتكون آمن لو أنا بت مكانك هنا يا رسول الله؟ فقال النبي: نعم يا علي. فتبسم علي ضاحكا وسجد شكرا لله تعالى، ويقال إنها أول سجدة شكر كانت في الإسلام، ففشلت مؤامرة الكفار ونجى النبي صلى الله عليه وسلم، وبات في غار صور 3 أيام، وده عشان يضمن إن الكفار ابتعدوا عن الطريق، وبعدين استكمل رحلته إلى المدينة المنورة. يا رب تكون المعلومة كانت بسيطة وسهلة عشان تقدروا توصلوها لولادكم. وخلونا دلوقتي نشوف أحمد محضر لنا إيه. تفضل يا أحمد. صلوا على نور الأنام، صلوا على مسك الختام، صلوا على بدر التمام، صلوا على الهادي، صلوا 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 على المختار في الذكر والأذكار، صلوا على المختار في الذكر والأذكار، قد فاحت الأسرار، قد فاحت الأسرار، قد فاحت الأسرار من عطره النادي. صلوا على نور الأنام، صلوا على مسك الختام، صلوا على بدر التمام، صلوا على الهادي، صلوا صلوا يا خير خلق الله ويا حبيب الله، قبس من النور وللوجود أهدى، يا صاحب الكوثر، يا صاحب الكوثر، يا رحمة مهداة، يا رحمة مهداة. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظ لك صوتك الجميل ده يا رب بإذن الله. وبكده مشاهدينا أكون وصلت معاكم لختام حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بصوت أحمد الجميل، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالمعلومة وكانت سهلة وبسيطة عليكم وعلى أولادكم. أشوفكم حلقة جديدة بكرة إن شاء الله من برنامجكم أطفال ولكن في شهر رمضان.